اتسلب مننا الحق واستخدام هذا الحق ان احنا نجري ونقف قدام الديان من دلوقتي. لو هتخاف انك تقف قدام الديان من دلوقتي انت حقيقي مش بتقف قدامه. هو اله كل نعمه واله كل قداسه. ولما بتقف قدامه من دلوقتي كديان بتحكم عليك من دلوقتي، فبتعرف تحكم من دلوقتي لغايه لما تروح في الاخر وتقف قدام اله الديان. عشان كده لما تقف قدام كرسي القضاء في النهايه انت مش غريب عن المكان ده، مش غريب عن هذه المحكمه اللي اسمها قضاء إلهي. ليه؟ أنا دخلتها كتير قبل كده. رجلك خدت عليها لفترات طويلة، اتسلب مننا الحق ده. لا لا لا، ده حاجة تهرب من حبيبي قضاء إلهي وتقوم إيه؟ ما تبصش ما تبصش ما تبصش. برغم الكتاب المقدس بيقولك اطلع اجري عليه، لان ده لو عمله بيرى بمجد على حياتك. لانه الديان اللي اعطي ليه كل الدينونة الابن، الاب اعطى كل الدينونة للابن، والابن بيقولك انا لا ادين انا اخلص. فالقاعد على كرسي القضاء هو اللي ساكن فيك بيحكم عليك من خلال الابن يسوع المسيح، من خلال وقوفك في الابن يسوع المسيح. طب يعني كده كل الدنيا بقت اعمل زي ما انا عايز؟ لا، ده هو بيقضي على كل حاجة مش عجباك، بيقضي على كل حاجة وقعت عليك وعلى نفسيتك وانت مش واخد بالك، من إحباط، من فشل، من دوشة في الدماغ، من أفلات. شاعر كده كتير، ناس كده دماغهم دخلت في قفشت من كتر ما الموتور شغال 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 قفش. البعض بيبتسم ليه ابتسامة جميلة بتقول أنا قفشت. لما بتقف قدام النار بتاعت الرب التروس بترجع تشتغل تاني، بترجع للصورة الأصلية. ليه؟ لأنه القفشة دي جاية من حاجات كتيرة مرمية 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 طول الوقت العالم بيرمي علينا. عشان كده إبليس بيسلب ده، لأنه لو سلب ده مبقاش ليها سلطان على أي حاجة حواليا. آية كلكم عارفينها، طيب صفانيا، عارفين صفانيا؟ المفروض عرفتوا الآية طوالي. صفانيا 3 هي مشهورة جدا. صفانيا 3:15 قد نزع الرب الايه؟ القضية دي جمع قضاء، لأن الديان هو اللي بيقول أنا ما جيتش عشان أدين. قد نزع الرب الأقضية عنك أذال عدوك. وده بيتنبأ في العهد القديم عن ما صنعه الرب في الصليب في العهد الجديد. حد هنا تحت الصليب؟ حد هنا متغطي بالصليب؟ الآية دي ليك. اللي باقيين مش تحت الصليب اتغطى دلوقتي حبيبي، ما تستناش يعني، ما تستناش الوقت الصلاة يعني. قد نزع الرب الأقضية عليك أذال عدوك، ملك الرب في وسطك، لا تنظرين بعد شر. صباح الخير، لا تنظرين بعد شر. قد نزع الرب الأقضية. ليه؟ إمتى بينزع الرب الأقضية؟ بيحكم هذا الحكم فين؟ إمتى تقف قدام الرب وتقول له كده وتقف قدامه فالرب يقول لك أنا نزعت الأقضية من عليك؟ في أنهي محفل؟ في محفل القضاء. لأن في محفل القضاء الرب بيحكم بنزع الأقضية. لو وقفتش قدام قضائه مش هتسمع الأقضية اتنزعت. لو ما دخلتش المحكمة مش هتسمع الحكم. لو خفت انك تقف قدام اللي بيدين مش هتسمع رفع البراءة. عشان كده إبليس سلب مننا حق الدخول قدام هذه المحكمة أو قدام هذا القضاء الإلهي عشان يعيشنا تحت شكاية مستمرة، متصورين إن في قضاء، لأن إحنا عمرنا ما دخلنا قدام القاضي واللي قال أنت في الإبن قد نزع الرب الأقضية. البعض مش مصدق. أذكرك يوحنا 3 الإبن لم يأتي ليدين بل لإيه؟ ليخلص. يوحنا 5
الآب لا يدين أحد، أعطى كل الدينونة للابن، فالآب أعطى كل الدينونة للابن اللي خلص كل العالم. كل من يؤمن به لا يدان. بعضكم مش مصدق، بس هي النعمة كده. لو النعمة ما خضتكش ما تبقاش نعمة. بقول الجملة دي بقى لي فترة. لو النعمة مش بتخضك لدرجة تقول معقولة، ما شفتهاش بالطريقة دي قبل كده، معقولة، يبقى أنت ما سمعتش عن النعمة قبل كده. النعمة كده تخض.